بقعة غامضة عمرها أكثر من 5000 عام وسط الجولان السوري المحتل، ما تزال أسرارها غامضة حتى للعلماء. بعض أهل المنطقة يتحدثون عن طاقة حيوية غير عادية في محيطه، ويصفه باحثون بأنه يوازي المعلم الإنجليزي الشهير ستونهينج الذي يعرفه كثيرون كخلفية لنظام التشغيل ويندوز، كما وضعه البروفيسور الأمريكي أنتوني أفيني من جامعة كولجيت على قدم المساواة مع الأهرامات وحضارة المايا والأستيك. احتلت إسرائيل هذه البقعة وتسميها باللغة العبرية جلجال رفائيم، أي عجلة العمالقة. ماذا تعرف عن صرح رجم الهري في الجولان والأقدم في الشرق؟ يقع الرجم قرب قرية شعبانية التي بني على أنقاضها مستوطنة يونيتان، ويحاط بعدة قرى ومزارع مثل الأربعين والإجريعة وقنيطرة الخراب والمنصورة وأم الطواحين. يوجد بالقرب منه رجمان يسميان رجوم التوم، وهما ما يزالان مجهولين ولم تكشف أسرارهما بعد، وتحاك حولهما كثير من الأساطير. رجم الهري، فقط أريد أن أبين نقطة مهمة عن موقع رجم الهري. أولا، رجم الهري أولا هو يعتبر من المواقع العالمية الأثرية الهامة وأكبر من موقع ستونهينجز، وتسمى عجلات رافائيل أو عجلات العمالقة. ورافائيل كما هو معروف هو إسرافيل نافخ الصور يوم القيامة وشافي العميان حسب الإنجيل والتوراة. في هذا المحيط الذي هو 5 كيلومتر كان هناك أيضا منطقة عين الجريعة، وكان هناك أيضا منطقة أخرى هي خراب الجنيطرة وهي قرية أيضا. ففي هذا المحيط 5 كيلومتر كان هناك رجم الهري الذي هو يعتبر الأكبر، ولكن هناك أيضا رجمين آخرين سموهم رجم التوم. يتكون رجم الهري من نحو 42 ألف طن من الصخور البازلتية، وهي عبارة عن 4 دوائر متحدة المركز تحيط بدائرة مركزية فيها مجموعة من الحجارة المستديرة، ويبلغ ارتفاعها 4 أمتار و60 سنتيمترا، كما يبلغ قطر الجدار الخارجي 160 مترا وارتفاعه 2.40 متر، وله بوابتان شمالية شرقية وجنوبية شرقية. يعود زمن بناء هذا الصرح إلى العصر البرونزي، ويقول علماء الآثار إنه يعود إلى العصر البرونزي المبكر الثاني ما بين 3000 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد. كشف عنه مصادفة للمرة الأولى، وذلك بين العامين 1967 و1968، أي بعد الاحتلال الإسرائيلي للجولان، وذلك من خلال المسح الأثري الذي أجراه عالما الآثار الإسرائيليان شاماريا غوتمان وكلير إبستين. تعددت الروايات بشأن أصل رجم الهري ومنشأه، قيل إنه مركز للمراقبة الفلكية للأبراج، أو مركز ديني لإجراء طقوس مرور الموتى إلى العالم الآخر. وذهب بعضهم إلى أنه موقع للتقويم، حيث تبين التخطيطات بين المركز الهندسي للصرح والبوابة الشمالية الشرقية له أنها علامة محتملة للانقلاب الصيفي في حزيران، في حين تعد التخطيطات بين المركز الهندسي للصرح والبوابة الجنوبية الشرقية له علامة محتملة للانقلاب الشتوي في كانون الأول. يقال بأنها القدماء في العصر البرونزي يقومون باستخدامها للزراعة ولموضع الفصول وتمييز الفصول، وخصوصا الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، وخاصة كما ذكرنا أن هناك العديد من النباتات والأزهار التي تنمو فيها بشكل أسرع 3 مرات من محيطها. أيضا تم استثمار محيطها بزراعة أشجار الزيتون، وكان زيت الزيتون الذي ينتج فيها خاص جدا بها، وحتى هناك نبيذ يسمى نبيذ الهري، وهو يقال بأنه مميز جدا. يعتقد بعض المتدينين اليهود أنه قبر الملك عوج ملك مملكة باشان التي حكمت المنطقة من وادي الموجب جنوبي الأردن إلى جبل حرمون، مستندين في ذلك إلى ما ورد في الإصحاح الثالث من سفر التثنية. وطالما أن رجم الهري وجد قبل الكتابة، فسوف تبقى مسألة التأكد من ماهيته صعبة جدا كما يقول باحثون. يبدو أنها حضارة عالمية أو شعائر دينية كانت تمارس
في أيام الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، أو هي نمط لتنظيم الزراعة والفصول حسب المؤرخين وعلماء الطبيعة. وهناك من يقول بأن هذا الموقع هو عبارة عن مدفن. يعتبر هذا الموقع فريد من نوعه على مستوى العالم، لأنه يعتبر الأكبر وكذلك مميز كما ذكرنا من حيث الطاقة ومن حيث النباتات التي تنمو داخل هذه الدوائر الخمسة.